السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وفيديو جديد معاكم هيثم مرسي من كوينات برو قناتنا الاعلانيه في اليوتيوب وموقعنا كمان كوينات برو دوت كلاب النهارده مش هنتكلم عن كوينات برو عام ولكن هنتكلم عن موقع شبيه من كو شبيه بكوينات برو طبعا موقع احنا بداناه بعد هذه الشركه اللي هي فطور نت زي ما انتم عارفين او معظمكم عارفين او تقريبا 90% اللي بيشوفوا الفيديو دوت عارفين فطور نت، اوكي؟ او شركة فطور نت او الناس استثمرت فيها، بس يا ريت تتابعني لحد اخر الشرح، ناس كتير اتكلمت عن فطورات برو او فطور نت، اتكلمت عن الشيء كويس فيه، اتكلمت عن الربح، اتكلمت عن الارباح، ولكن ما شرحتش كل حاجة زي ما هي، تمام؟ أنا النهاردة أو زي كل مرة هشرح لكم الموقع ايه الشيء الكويس فيه وايه الشيء الوحش فيه وليه وهم ليه بقالهم 3-4 سنين شغالين وايه الاستراتيجية اللي بيستخدموها وانت ليك حرية الاختيار علشان المشكلة فينا احنا فينا احنا يا إيه اشخاص بنحاول نلاقي ريفلر عن طريق او ناس اشترك من خلالنا او نبني شبكة تحتينا او 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 او, أو, أو بنقول الحاجة الحلوة بس اللي بتحاول تخليك تشدك ناحيتها ولكن أنا من رأيي إن مش كل حاجة حلوة تمام أو زي ما بنقولها في مصر كده مفيش حلاوة من غير نار جميل فالنهاردة أنا عايز أوريكم النار وأوريكم الحلاوة مع إن أنا شفت بس وشخص أو شخصين هما اللي اتكلموا بصراحة في اليوتيوب عامة عن الموقع ده فيا ريت تخلوكم معايا لاخر الشرح عشان اوريكم اوكي نبدا باذن الله توكلنا عليك يا رب انا هيثم مرسي لو انت ما تعرفنيش هي دي قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب وتدوس على الجرس عشان يجيلك كل جديد أنتم عارفين ان انا استثمرت في فطور ماتريكس وفطور اد برو تمام هنا صرفت 180 دولار وهنا اشتريت تقريبا ب 130 دولار حاجه زي كده فكرة ما فيها طبعا الاستثمار الفكرة ما فيها الاعلان عن قناتي الفكرة ما فيها الاعلان عن موقعي الفكرة ما فيها دراسة الشركة الناجحة ديت عشان انا اعمل موقع ناجح لازم ادرس الموقع ده عشان ادرس الموقع ده مش هروح اسمع يوتيوب من شخص او اثنين او ثلاثة لا انا هكون داخل ال... السيستم بتاعهم عشان افهم السيستم واخرج واخرج منه الحاجه الحلوه والحاجه الوحشه ولكن ما علينا النهارده هنتكلم عن فطور اد برو هنبدا بفطور اد برو طبعا انتوا عارفين فطور اد برو الموقع اتجدد بقى شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين فطور انوفيشن وادفيرتايزنج فورم وبلا بلا بلا وبهذا الشكل جميل جدا ما اقدرش اقول اي كلمه طبعا هم كويسين جدا عندهم بانر اب عندهم فطور نت اللي هو الشركه الاعلانيه الجميل جدا ان ريد بول راح تكون سبونسر لفطور نت في الموتو جي بي او اللي هو سباق السيارات اللي انتم عارفين اللي فيه فراري في ايه بعض العربيات ديت مش عارف انتم متابعين الحاجات دي ولا لا ولكن فطور هتبقى السبونسر بعملتها الفطور نت هل دوت حاجه كويسه ولا وحشه ده في اخر الشرح هنتكلم فيه طبعا وهقول لكم ليه السبب اوكي فوتور نت فونديشن فوتور نت ريستورانت كل الكلام ده طبعا جميل جدا احييهم عليه استراتيجيه ناجحه جدا وطبعا انتو عارفين طريقه التسجيل في الموقع الجديده هي هياها وبعد كده بتخش على لوجن و وب... بتسجل وبتخش عادي جدا طيب شوف شكله برضو من جوا اعلانات انت زي ما انت شايفين انا شفت تسعة من عشرة هشوف هخلص النهاردة الساعة 12 ونص بالليل شاري ب وعشرة دولار 110 دولار اوكي عندي دلوقتي فاوتشر 7 دولار ممكن استخدمهم و 48 سنت العمله بتاعتهم هي اف ان دي تقدر تحمل التوتوريال بتاعهم من خلال المكان ده وتشوفه طبعا عندي في الفريق بتاعي 32 واحد انا كواليفيكيشن الليفل 2 والنقطه دي عايزين نخلي بالها مننا على نخلي بالها منها عشان هنتكلم عليها وهنرجع لها نقطة واحد نقطة اتنين تمام عشان الناس اللي مسجلة من خلالي تعرف الدنيا ماشية ازاي تمام عشان الصراحه راحه يا شباب تمام علشان تحول فلوسك ان فيش حد شرح الموضوع ده خالص ومش فاهم ليه انت بتحاول تشرح ان الناس تخش معاك في الموقع او تشترك من خلالك ولكن ما تقولهمش ازاي يسحبوا فلوسك فهي دي المشكله مفيش حد عارف يسحب ازاي فلوسك ولكن عشان تسحب فلوسك كل ما عليك ان انت تخش على ماي بروفايل وبعد كده بتخش على سيتنج بتنزل تحت السيتنج هنا بتلاقي هنا ماركتنج كونسنت مش عارف ايه والكلام ده بيه. لازم تفعل جوجل

هي دي النقطة الصحيحة اللي أنت لازم تلاقيها، هتلاقي هنا مكانين مختلفين، هنا بيقول لك أنا عايز كود هنا أهو، تمام؟ هنا بيقول لك كوين ديل دوت كوم، وده أنا راح احولكم على كوين ديل، أشرح لكم نقطة معينة بس هنقف شوية على ال... هنا أهو على النقطة ديت وهنقف ونرجع تاني أوريكم نقطة مهمة. أنا اشتركت في الماتريكس، اشتركت في الماتريكس بـ180 دولار، تمام؟ أنا دخلت الماتريكس أنا آسف الماتريكس دوت. اوكي انا اسف جدا انا حتى مش متابعه تعال نشوف 180 دولار اشتريت اشتريت باك اب 10 ثانيه واحده باك اب 10 تمام انا كلمني صديق قال لي هيثم ده حاجه كويسه قلت له تعال نجرب باك 25 باك 50 وباك 100 تمام يعني انا شاري 180 دولار 180 دولار تعالوا شوفوا النهارده انا ربحان كام من الباكت ال 180 دولار تمام تعالوا شوف انا ربحان كام وهي دي المفاجاه للناس كلها ان مفيش حد بيقول الحقيقه طبعا وده اللي بيزعلني من اليوتيوبر سواء عربي سواء مصري سواء مغربي سواء اي حد مفيش حد بيقول الحقيقه طبعا بيقول لك اللي انت هتربح من ميديا بوينت هتنيري دي بيو اوكي دي الميديا بوينت بتاعتي اللي انا اقدر انا عليها يعني انا دفعت 180 دولار عشان اخد 1900 19500 ميديا بوينت تمام زيرو 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 ربح زيرو ربح تمام زيرو ربح عشان انا طبعا ما قلتش يا فلان الفلاني تعالى يا فلان الفلاني الالبرو بتاعي او الشجره بتاعتي هتلاقي شخص واحد تحتيه ما فيش اي ربح خالص من 180 دولار من حوالي 3 شهور يعني هو ده الماتريكس تمام فلو حد قال لك تعالى انصحني تعالى خش الماتريكس يا فلان يا صديقي العزيز قول له انت راجل مش تمام تمام قول له انت راجل مش تمام لسبب معين بعد احترام لكل الناس اللي انا اتكلمت إيه معاها اشتركت معاها إيه في الفريق بتاعنا مغاربه مصريين توانسه انا طالع اقول الحقيقه قدام كل الناس انا من رايي ما حدش يشترك في في تور ماتريكس كل الناس اللي بتبيع في تور ماتريكس هي عباره عن نصب اوكي نصب لانها هي عباره عن شركه انت بتحط فلوس وفلان الفلاني بياخد فلوس وعلى فكره على فكره قائد الفريق بياخد فلوس منك لا تعد ولا تحصى ولكن انت لم تحصل لم تحصل على جنيه واحد من رأس مالك الا اذا الا اذا حاولت تدخل ناس تحتيك وتضحك عليهم وتخليهم يخشوا ويشتغلوا ماركتينج عشان يجيبوا فلوس والفلوس تجيب فلوس وانت تاخد فلوس منهم تمام يعني هي كده وبعدين هم لازم يتعبوا طب هيجي يوم وتقف انا ذات نفسي بعرف اروج لكل شيء اوكي لو انتم ملاحظين مش مروج لاي حاجه ليه فطور ماتريكس لسبب معين اللي انا مش حابب الماتريكس لان يعني الماتريكس هو النصب وبيسميه في ايطاليا كاتينا سانت انطونيو او الهرم الكاتينا الهرميه بونزي سكي. تعال اقول لي عندهم برودكت ايه عندهم طاقيه وتيشيرت وعندهم مطعم دلوقتي نتكلم عن النقطه ديت واشرح لكم كل حاجه عشان ما هي شركه مصداقيه موجوده على ارض الواقع موجوده على ارض الواقع اسمها اس ار اس هي ريسك ليميتد اوكي بتتفتح ب 1500 دولار بتحط فيها كوتا سوشالي يعني راس مال الشركه في حاله الخساره بتخسر 1500 دولار هي دي الشركه اللي ار اوكي فما فيش حد يجي يقول لي اه مش عارف انت عايش في دوله بتشوف فيها جمال او بتشوف فيها يعني بناكل فيها كشري وفول وطعميه ما تعرفش حاجه عن اوروبا انا هقول لك قوانين اوروبا وقوانين بولندا و ليه عندهم اكتر من فرع وده حاجه هنتكلم عليها في فيديو تاني مش عايز اطول عليكم عشان ما فيش حد ايه انا عارف ان انا هاخد ديسلايك كتير في الفيديو دوت ولكن ديسلايك او لايك كلها مشادات ليه فرقم واحد ما تشتركش في فطور زفت اللي هي الماتريكس اوكي لو انت عايز تشترك حقيقي وشايف نفسك ان انت تعبان نفسيا وعايز تعمل شويه فلوس تعالى ارجع وخد الفطورات برو اللي احنا هنرجع لها ونتكلم لها طبعا هنا عشان تحول فلوسك بدون اي مشاكل كل ما عليك ان انت تفتح حساب في في كوين ديل كوين ديل هي تابعه لفطور اد آه برو او فطور نت او فطور مش عارف ايه هي دي كوين ديل هو موقع عادي جدا موقع تداول زي ما انتم شايفين كوين از جلوبال بارتنر ويز اوكي عندهم الفريق بتاعهم عندهم زي ما انتم شايفين عندهم عندهم كل حاجه عندهم الاكسنج ال بتاعتهم عندهم كل حاجه مفيش اي مشاكل خالص عندهم ناس كتير عندهم سبونسر عندهم اعضاء تعال نشوف الاعلانات بتاعتهم لو انا هوريك اللي معظم الناس اللي بتشترك في الموقع هتلاقي ان هم الناس اللي هم الصينيين اوكي الصينيين تعالوا بصوا الاعلانات كلها لناس من الصين طب ده في سؤال ولا ما فيش سؤال لا ده في سؤال وانت لازم تاخد بالك هو ليه الصينيين اللي بيشتغلوا بيحطوا اعلانات كده في حاجه مش عجباني بولندي صيني ياباني ولا صيني صيني طيب يبقى في حاجه غلط مش عايز اتكلم في الكلام ده عشان ما حدش يقول لا انت مش عارف كذا لا اللي انا بقول لك عليه انا فاهم فيه كويس جدا 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 اوكي هم بيبيعوا لك منتج اوكي زي الفل ناس صادقه بتدفع لحد الان اوكي عشان تسحب فلوسك من الموقع انت بتحاول لازم تسجل في الموقع عشان تسجل في الموقع بايميل وباسورد وكونفيرم باسورد اي اكسبت اي وبلدك وام نوت روبت وكرييت اكونت بعد ما بتعمل كرييت اكونت لازم تفعل الاكونت بتاعك يبقى بعد ما تعمل كرييت اكونت لازم تفعل الاكونت بتاعك وهوريكم بيفتح لك الصفحه على طول بيقول لك فعل الاكونت بتاعك طبعا انا شغال وفعل جوجل اوثنتيكيتور وفعلت الاكونت وحاجه جميله اللي هم يعني في خلال اسبوع تقريبا قاموا بتفعيل الاكونت بتاعي طلبوا مني بعض الاوراق وفعلوها فده بيدل علي مصداقيتهم خلي بالكم انا ما بقولش ان الموقع وحش لدرجه كذا كذا بس انا بقول لكم ان الحقيقه الموقع كويس جدا وبيدفع لحد الان وبيدفع لحد الان زي 57 521 كونفيرم اوكي هو بيقول لي هنا ان الاي بي بتاعي لازم احط الاي بي اللي هو يو هاف اي بي ذات نوت هاف بين ديت هنشوفها من خلال الايميل بتاعي اللي وصل دلوقتي احط الكود وبعد كده راح احط الجوجل فاكتور اوثنتيكيتور خليكم معايا زي ما انتم شايفين بيجوا هنا الايميل بتاعك بيقول لك ان الاي بي بتاعك اتغير عشان انا جالي من هذا الاي بي واكتب الكود دوت في خلال 10 دقائق بعد كده راح يتلغى الكود ولازم تطلب كود تاني. اوكي؟ هناخد كوبي للكود وهنطلع على الفطور كوين ديل. هنكتب الكود هنا اهوت وهنحطه هيقول لك اوكي كونفيرم زي ما انت شايف كده بيقول لك جوجل فاكتور اوت هناخد الكود من الهاتف بتاعي وهنحطه على السيستم دوت علشان نبدا ال دخول على الموقع وتفعيل اوراق الموقع بيطلب من تفعيل اوراق انا رحت فين هنا بيطلب من تفعيل اوراق رخصة الكلام اللي انتم عارفينه طبعا اللي هو عادي جدا في اي حتة بس الفرق يعني اللي هم بيقبلوا بسرعة ولو في حاجة جميل بيقول لك لا انت اديني الحاجه ديت او انت مطلوب منك الاوراق دي تمام تعال نشوف هنا ايه نسيبنا من الستاتوس دلوقتي بتاعنا وتعال نخش على البروفايل بتاعي علشان نشوف الدنيا ازاي معايا في البروفايل هنا بليز بي اوير اوكي هنا بيعرفك بيقول لك ان عندهم طلبات كتير جدا فهم مش هيقبلوا الموضوع هياخد منك وقت اوكي okay. تعال نشوف ليفل 1 اديشن انفورميشن ليفل 2 تريد اب 15 1000 ايه يورو ليفل 3 ديبوزيت فوند نو ليميت ويزدراو اوكي انا فعلت كل التلاتة اوكي انا فعلتهم ذات نفسي اوكي هنا ايه تعالوا نطلع هنا ونشوف هنا الايميل هيثم تليفونات العنوان اوكي الفوتو سكان سكان ادنتي كارت وسكان بي بيل هم دول الثلاث اشياء اللي بيطلبهم منك بلاس مبلغ تقريبا 16 دولار اللي انت بتدعم بال بالبيتكوين اوكي انت مش ملزم اوكي هنا تاخد سيلفي نفسك للصوره وهنا تعمل سكان للكارت ادينتيتي او البطاقه الخاصه بيك البطاقه القوميه الدوليه العظيمه وهنا التليفون الفاتوره بتاعت البنك وبالتالي كل حاجه بتبقى تمام زي ما شايفين انا مفعل هنا هنا زي ما شايفين اكسباير داتا كل المعلومات داتا كانتري مش مشكله وبعدين هنا السيتنج والابي والتوكن اوكي طبعا ممكن تستخدم الابي وحاجات كتير وليها رابط احالات ممكن تبدا تدعو ليها واسيب لك الرابط بتاع الاحاله الخاص بيا لعل وعسى تشترك من خلالي انت كده كده راح تسجل فيها فمش هتخسرك حاجه لو انت استغلت بالرابط بتاعي او اي شيء طبعا انت الفكره ما فيها ان انت هتتداول او هتسحب مالك بس على النقطه دي وزي ما ان شايفين الجرافيك بتاع الموقع هنا الكوبون اند هنا الكوبون بتاعي انت ممكن تعمل كوبون او تبيعه للناس او تتداول بيه على هذه المنصه اوكي عشان احنا نحاول نكون شرح كامل لان مفيش حد عربي شرح هذه المنصه زي ما شايفين الحساب بتاع بريمير لان طبعا انا إيه, إيه فعلت كل حاجه طبعا زي ما شايفين ماركت في 0.03 في 0.04 إيه زي ما شايفين كل الـ 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 الاشياء ديت انا إيه اوكي تمام دان بتعمل اوكي إيه باي ناو نو no اوكي تعال نخش على الولت هي دي محفظتي طبعا شو كريبتو اونلي الشو ووليت وزود فيه تعالوا نشوف هم دول المبلغ الخاص بيا اللي انا داخل موقع ما اعرفش ال 3 دولار 33 سنت دول جا جولي منين جايز اكون تداولت او حاجه ولكن انا لدي هذا المال تعال نشوف المبلغ ده كام النهارده وفلوسه كام وهقول لكم القصه بتاعته في ثانيه واحده طبعا زي ما انتم شايفين انا معايا 61 دولار امريكي او 0.01 بيتكوين من الشركه ديت فانا سحبت تعال نشوف ال الهيستوري بتاعي وقصه القصه بتاعتي انا قمت بايداع هذا المبلغ لتفعيل اوراي اوكي تعال نشوف كام 16 دولار انا قلت لكم في اول الفيديو كده وقمت بطلب سحب من الموقع هذا المبلغ اوكي أنا بوريك كل حاجة بالتفصيل يا شباب عشان تعرفوا. 48 دولار. في الحقيقة أنا كان معايا هنا النقطة أو مربط الفرس، أنا كان معايا تقريباً 52 دولار. مش فاكر. تعال نشوف دلوقتي أنا سحبت كام؟ 56 دولار. أوكي؟ إيه وصلوا لي 48 دولار. يعني 49 50 51 52 53 50. 6 دولار في. أوكي؟ أنا غلطان؟ مش عارف. قولوا لي أنتوا اهم الحساب بتاعهم وزي ما انتم شايفين هنا كل حاجه اوكي okay. ده جاء من المبلغ بتاع السحب بتاع كوين اد برو بتاع فطور اد برو اوكي okay. 48 دولار لو احنا قلنا 48 يبقى ما ياخدوا 7 دولار فيه نقطه كويسه جدا ولا نقطه وحشه شوف انت اللي انت عايزه تعال نشوف دلوقتي اوكي انا ممكن اعمل ديبوزيت بكريدت كارد باي حاجه تعال نشوف السحب دلوقتي وهنا مربط الفرس اوكي انا عايز اسحب كله عايز اسحب كله تعال نشوف في كام دلوقتي خلي بالكم من النقطه دي لان انا هرجع اتكلم دلوقتي وهقول لكم السر العالمي في نجاح هذه الشركه الفاشله اوكي 0.016 انا اسف جدا لازم اكتبها فوق هنا اهو اخدهم هذا الرقم اوكي؟ توتال ان في تعالى نشوف الفي كام؟ من الشركه 3 دولار جميل طيب <applause> انا جاي اضحك عشان مش عارف يعني اضحك ولا اعيط ده جدول بيحسب لك ارباحك لو انت هتاخد كام في اليوم؟ لو انت استثمرت 100 باكج هتبقى عندك في اليوم هيجي لك مبلغ كويس وهتعمل حوالي 50 دولار او 47 دولار وبالتالي تعمل استثمار لحد ما تكبر الباكج بتاعك وهي استراتيجيه انتوا عارفينها طبعا وبعضكم عارفها مش عايز اتكلم عليها. انا اللي جاي اتكلم عليه الباكج بتاعك عشان السؤال دلوقتي لو انت استثمرت 10 دولار والكلام ده كله هتاخدهم كام؟ هي دي النقطه. لو انت استثمرت 10 دولار واتفرجت على 10 اعلانات يعني استثمرت باقه لمده 120 يوم راح تاخد 1% يعني لو انت حطيت 50 دولار هتاخدهم 60 دولار. بوم هي دي النقطه اللي انا اتكلم عليها. يعني انت حطيت 50 دولار هتاخدهم 60 دولار بعد 120 يوم يعني 1% جميل جدا. تعال نشوف الفلوس بتاعتنا بتروح ازاي وكده. انا حطيت 50 دولار المفروض اخد اخدهم 60 دولار هنقول ان انا هنا بعد 120 يوم دول باقة هنقول خلصت اوكي المفروض كنت اخدها 60 دولار وصلوا لي ناقص 8 دولار وال 8 دولار اللي هم هنا ناقص 8 دولار عشان اسحبهم من خلال هنا بياخذهم معانا 3 دولار يعني 10 دولار هي دي النقطة اللي مفيش حد شرح لك شرحها لك عشان كده بقول لكم اصحوا اصحوا 10 دولار مكسب انا جايب لكم قدامك اهو المثال بصوا معايا يا شباب علشان ايه نبقى احنا فاهمين الكلام صح معلش عشان ايه الناس بتقول لك اللي احنا ايه بنتكلم هباء تعال كده هنا بيقول لك يا استاذي يا فلان الفلاني لو انت استثمرت 1 باك فور 50 دولار جيفن 100 100 ديسبلاي يعني مشاهدات اوكي ان ادفرتايزنج ما يهمناش الكلام ده اوكي okay. اف If... هنا بيقول لك اف If... you will watch 10 advertising بلا 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 اوكي for 120 days يعني لمدة 120 يوم هتاخد واحد في المية يعني ال 120 يوم هيرجعوا لك 50 دولار 60 دولار ال 60 دولار يا أستاذي يا أختي يا أخواني بتروح كالآتي <applause> عفوا بتروح كالآتي والمثال على ذلك موجود قدام حضراتكم بتروح كالآتي هنا 8 دولار والواضح مني انه اهو 65 دولار اوكي وصلوا لي هنا كام تعال نشوف هنا اهو عشان الناس ما تقولش عليا ان انا بتكلم في كلام مش عارف ولا مش عارف ايه لان طبعا في ناس هتهاجمنا ولكن مش مشكله احنا قلنا اهو هيثم مرسي ماي ترانزاكشن تداولت اوكي ده مش مشكله ماي اوردر ديبوزيت اهو تحت هما بعتولي لي هذا الرقم اوكي 65 دولار هنا اهوت انا طلبتهم هنا 3 دولار عمولة المنصة وهنا نقفل إيه... دي وهنا 48 دولار 48 ناقص 65 احسبها 49 50 اوكي يعني 7 دولار 7 دولار و13 دولار هو مكسبك اللي انت بتاخده يا استاذي هو مكسبك هو ده ال 10 دولار اللي انت بتاخدها هنا اهوت هو اخدها منك عشان كده مكمل طول الحياة واحنا أغبياء والناس اللي بتبيع المنتج ما بتقولكش الحقيقة لذلك لازم تعرف عشان تاخد الفلوس دي وعشان تكسب الفلوس دي راح تشتغل عبد ليهم راح تشتغل عند الشركة لمدة 120 يوم عشان فرحان بال10 دولار بتاعتك وبعد كده هيقول حولها لموقع كوين ديل وبالتالي هتخسر ال10 دولار دول بس هيبقى معاك فلوسك صادق صادق فكرة لذيذة جدا نوع ذكي جدا من هذه الطريقه جميل يبقى يعني انت عشان تربح من الموضوع ده لازم تعمل ايه لازم تجيب احالات إيه لازم تبدا تشتغل عندهم يبقى هو بيخليك تشتغل عندهم بفلوسك تمام براحتك الموقع جميل الموقع بيدفع في منصه في كل حاجه انا اشتغلت عليه وطلبت من فطورات برو اللي هو يعني اسحب المال وسحبت المال دلوقتي هنعمل ويز جميل جدا قدام حضراتكم من هذا الموقع اول بي تي سي اللي هو هذا المبلغ طبعا هنوديهم على محفظتي البلوكشين 85 دولار اوكي او ممكن اسيبهم مش مشكله اللي انا عايزه ولكن بي انا هستخدم الفلوس دي طبعا في مكان ثاني والوليت وهكتب الوليت وهرجع لكم اوكي هنكتب هنا الوالت ادريس بتاعتي اللي هي المحفظه 18 دي زي ما احنا قلنا ار تي 9 وده هنتاكد 18 دي ار تي 9 اوكي وهناك ديسكربشن بي اوت بليز يعني اديني فلوسي اوكي ان باسورد جوجل اوثنتيكيتور ريزيت هنا هحط الباسورد بتاع جوجل اوثنتيكيتور ل هذا الموقع اللي انا مسجله وهنعمل دراو بي تي سي وقال لك ويزدرا كونفيرم بليز كونفيرم يور بي اوت اون ايميل تعال نخش على الايميل ونشوف انا بوريكم كل حاجه من البدايه للنهايه وهنشوف دلوقتي اوكي هنا بيقول لي <applause> هنا الرقم اللي انا هاخده والفي بتاعي هو دوت الله يعني انت ما قلتليش الكام تعالى كده نشوف كده 0.0008 اوكي يعني هيكون كده 0.0008 3 دولار و8 سنت الاول كان 3 دولار مش مشكلة، أوكي، هوافق، هدوس على الكود دوت، بيبعتني للمنصة، ثانكس فور يو بي أوت، جو تو بي أوكي، أوكي، أنا طلبت، عندي كله أصفار دلوقتي، إيه. راح نشوف هيوصل لنا إمتى المبلغ دوت، هل هو في إيه، بي أوت بليز، أهو، زي ما أنتم شايفين، أنا طلبت. طيب، هنستفاد من النقطة دي إيه يا شباب؟ هنستفاد إيه؟ هنعرف دلوقتي هنستفاد إيه. هنستفاد ان احنا هنفهم حاجة مهمة جدا من موقع فطور ادبرو او فطور نت او فطور او شركة فطور ان هي اولا الشركة بتدفع ويز كونفيرم بي اوت ايميل اوكي احنا جاء كونفيرميشن الموقع بيدفع الموقع بيشتغل لو انت راجل قوي في الماركتنج سيلز اوكي راح تكسب من الموقع لو انت واحد عايز تشتغل في السيف سايد يعني عايز تكون مزاجك حلو وشغال وعارف اللي هم هيدفعوا هم هيدفعوا هتكسب فلوس بس طبعا هتكسب اعلانات اكتر هتكسب حاجات اكتر في مكسب وفي خساره زي ما انتم شايفين حساب حسابي الان انا عندي سبعة دولار انا مستثمر ب وعشرة دولار سحبت منهم 50 دولار 60 دولار مش وحشين هسحب الباقي يعني الموضوع بيدفع ف تقول لي تنصحني بايه او ما انصحكش بايه انصحك لو انت عايز تستثمر استثمر في فطور اد برو ما تستثمرش في فطور ماتريكس دي نصيحه لوجه الله وربنا يحاسبنا على كل الكلام اللي انا بقول عليه تاني حاجه بتقول لي انصحني بايه لو انت عايز تشتغل في موقع كويس اوكي هو بيدفع ما فيش مشكله خالص لو انت محتاج تستثمر فيه اوكي عايز تسحب فلوسك انا قلت لك على طريقه السحب زي ما انتم عارفين وهسيب لكم رابط الكوين ديل تحت انت كل ما تستخدمه انت تسحب او تقدر تضع بيه المال بطريقه معينه جدا اللي انت ممكن تعمل ديبوزيت فوند وتستخدم الكريدت كارت بتاعك وتحط الفلوس ما اعرفش بياخد فيه كام اوكي اوكي بس شوف انت اللي انت عايزه فنستفاد ان الموقع بيدفع طبعا بدون اي مشاكل احنا لسه ما وصلناش اي دفع طبعا ولا اي حاجه ولكن راح اخبركم بيوصل لي رساله طبعا في الحال انا حاولت اكون صريح معاكم لابعد الحدود وهيكون لنا شرح تاني ان شاء الله لفاتوره برو فاتورة نت انا عارف ان الفيديو ممكن يعجب ناس ممكن ما يعجبش ناس ممكن ياخد ديسلايك كتير ممكن ياخد لايك ولكن انا راح اديك الفيديو الجاي الاستراتيجيه الخاصه للنجاح ولمشاهده بعض كيف تنظم حياتك وتشاهد فيديوهاتك او تشاهد اعلاناتك بطريقه صحيحه بحيث ما تخسرش كل يوم وهديك برضو بعض الاستراتيجيات ايه الفيديو؟ الاعلانات اللي تشوفها في الفيديو في الموقع دوت. فيديو طويل اه بس يعتبر مهم لكل الناس هنتظر تعليقكم تحت ان شاء الله هيكون مفيد لي هستفاد من تعليقاتكم وهتفيد الاخرين. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.